مساء الخير مشاهدينا. يعني الأجواء الغائمة يلي شفناها اليوم رح تستمر معنا بالأيام القليلة المقبلة ورح بتحافظ الحرارة على وتيرتها. الليلة رح بتكون الأجواء غائمة، الحرارة على السواحل بين 13 بطرابلس 13 بصور 14 ببيروت، أما بالمناطق الداخلية فبتتراوح بين 9 و 8 درجات، بالأرز على ارتفاع 3000 متر الحرارة درجتين. بالنسبة للطقس بكرة كمان بيكون قليل الغيوم إلى غائم أحيانا، رح بيكون في عنا ضباب بالفترة الصباحية وكذلك الأمر بالفترة المسائية، والحرارة ضمن إطار معدل العام مع لسعة برودة خلال ساعات الليل وساعات الصباح. الحرارة على السواحل بين 20 و 21 درجة، بسهل البقاع وبجنوب بحصبية بين 17 و 18 درجة، أما بالأرز فهي على 8 درجات على ارتفاع 3000 متر مثل ما قلنا. بكرة الحرارة بيتراوح معدلة بين 21 نهاراً و 13 درجة ليلا، والطقس بيكون غائم والحرارة ضمن معدلاتها لمثل هالأيام. اتجاه الرياح بيكون شمالي غربي، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، أما حرارة المية فارتفعت درجة عن الأيام الماضية وصارت 19 درجة، الرطوبة بين 55 و 85%. الأيام المقبلة أحد الفصح طقس غائم، إنما الحرارة بترتفع درجتين عن يوم السبت تتصير 23 نهارا و 14 ليلا، وبتستمر على هالوتيرة يوم الاثنين، فيما نهار الثلاثة بترتفع درجة وبتصير 24 ل 14 درجة، وبعض الاحتمالات بتدل على أنه نحن رح نكون أمام رياح دافئة قد تكون خماسينية بأواسط الأسبوع المقبل، على أن قد احتمالية كبيرة أن تعقبها أمطار مع نهاية الأسبوع المقبل، ولكن بعد بكير على هالأمر. انتهت نشرتنا الجوية، عودي لعندك نيكول.